تحتل الإبل مكانة مميزة في تاريخ العرب وتراثهم، وارتبط بها على مر العصور، فهي رفيقة البدوي في الصحراء وأنيسته في التنقل والترحال، طوى على ظهورها الفيافي والقفار. أن العرب ارتبطوا بالإبل منذ أقدم العصور، فارتباطهم بهذا الكائن الجميل قديم قدم التاريخ. امتدت علاقة الإبل الأزلية بأبناء الجزيرة العربية عبر العصور المختلفة، وصولا إلى عهد الدولة السعودية، حيث كان للإبل دور كبير في توحيد البلاد على يد الملك عبد العزيز رحمه الله. شهد العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله قفزة نوعية في الاهتمام بالإبل. مهرجان الملك عبد العزيز هذا المهرجان اللي يستهوي وتهوي إليه قلوب كثير من عشاق هذا الكائن الجميل في جزيرة العرب والخليج بل والمتابعين من العالم، وترصد فيه الجوائز الثمينة جدا، ويشارك فيها الكثير والكثير من المئات، واللي يحقق حتى مكاسب اقتصادية للمواطن، وهذه أحد أهداف الرؤية رؤية 2030 المباركة. مهرجان سمو ولي العهد خير دليل حي وواضح على اهتمام الحكومة الرشيدة بالإبل، هذا الموروث العظيم اللي يشكل حجر الزاوية في تاريخ هذا البلد العظيم. واستكمالا لجهود القيادة الرشيدة يدها الله في الحفاظ على موروث المملكة الأصيل وتشجيع أهل الإبل ودعمهم للتمسك بموروثهم العريق، أنشئ نادي للإبل، كما صدرت موافقة مجلس الوزراء على النظام الأساسي للمنظمة الدولية للإبل، والموافقة على تسمية العام المقبل 2024 بعام الإبل. وتعزيزا لعلاقة الإبل بالسعوديين وترسيخها ثقافة أصيلة تميز المجتمع، تم تضمين صور قطيع من الإبل الجواز السعودي حتى يعرف العالم أجمع تعلقهم الكبير بموروثهم الأصيل. عطايا الله.